السلام عليكم. بهالفيديو راح نشرح طريقة شلون نقدر نسوي أو نصمم بوستر A1 بوستر باستخدام الباوربوينت. بالبداية نحتاج أول شيء نرتب أفكارنا، شو الأشياء اللي بنحطها بالبوستر وشو الكلام اللي بنكتبه بالبوستر، والأهم إن يكون عندنا التيمبلت اللي هي على قياس ال A1 اللي هو قياس البوستر. مثال على البوسترات، بوسترات ممكن تكون لاندسكيب بالعرض، يمكن هم تكون بالطول مثل هذا البوستر. فشنو الأشياء اللي يحتاجها في البوستر الحين؟ اللي أهم شيء اللي هو العنوان اللي مسوي البوستر اللي هو اسمك، وبعدين السكاشن اللي هي المطلوبة اللي هي abstract, background, experiment أو results, conclusion أو reference أو acknowledgement إذا يعني إذا ممكن. يعني نبدأ أول شيء البوستر. طبعا نفضل انا ان نروح على الفيو ونحط الجايد. ليش؟ عشان نعرف احنا وين بالضبط نص البوستر، عشان نعرف من وين نبدا الكتابه. خل نروح اول شيء ونحط لوجو. طبعا انا بحط علم الكويت، فبنحط هني حط الاعلام، بعدين اضبطهم، نضبط التايتل. حلو، الحين هذا خلينا نفترض ان هذا لوجو الجامعه او لوجو الشركه او لوجو اللي الجهه اللي قاعد نسوي لها البوستر، بس طبعا كبير شوي خلينا نصغره. والاهم انه لازم يكون تقريبا نفس المستوى، تقريبا نفس الحجم. شوي بس مضبوط. حلو، الحين بنحط التايتل. نروح على insert text box، خلنا نكتب التايتل مثلا hello this is a poster. اوكي، كبر الخط شوي. وشيء مهم انك التكست بالبوستر كله يكون نفس نوع الخط ونفس ال يعني العناوين طبعا تكون بولد، بس الباقي ما يكون بولد. والخط غالبا يمشون على التايمز نيورون، بس تختلف على حسب الجهة. تايمز نيورون. حلو، لو نلاحظ التكست بوكس كبير فانا بصغره عشان يكون بالضبط بالنص. حلو، الحين نكتب الاسم name. خلنا نكتب مثلا احمد، طبعا لازم يكون اصغر الخط مثل ما قلنا. وهنا نكتب supervisor يصير بعد. نخلي supervisor مثلا أحمد 2. صار الخط تايمز نيو رومان، خليه بنفس الحجم بس هذا جناح الحجم أكبر، صغره يكون نفس الشيء. حلو، الحين تقريبا خلصنا خلينا نقول الجهة اللي فوق. خلينا نحط الباك جراوند. حلو، فنروح على رايت كليك على أي مكان بالبوستر، نقدر نحط صورة، نحط لون، نحط اللي نبي، بس بشكل عام هذه كنا حلوة راح تمشي مع البوستر، فراح نمشي على هذه. حلو، الحين شلون نسوي الديزاين مالنا؟ أول شيء لازم نكون مرتبين أفكارنا على ورقة خارجية وبعدين نطبقها هني. خل نروح على insert shapes. خل نروح على البوكس مثلا هذا، نحط البوكس هذا. لنفترض ان البوكس هذا بنكتب فيه الابستراكت، فعقب ما حطيت البوكس اروح على insert text box. خلينا نكتب خليها، بس خلينا نصغر التكست واخليه بالنص بالضبط
ما قلنا الخط أهم شيء، إنه يكون كله نفس الشيء. خلنا نخليها بولد. كبر شوي. بالضبط نصه. وهي طبعاً راح يكون الكلام تحت. حلو. فهذه طريقة. طبعاً الألوان وشون هي متناسقة ولا متناسقة، هذا طبعاً ترد عليكم أنتم شون الألوان تستخدمونه، وهم تعتمد على الموضوع اللي أنتم تكتبون عنه. أقدر أخلي رمادي، أقدر أخلي أي لون. خلينا نخلي رمادي بس عشان بس يبين الفرق بينه وبين الباك جراوند. الحين نروح على البوكس اللي وراه نفس الطريقة نسويها. هنسوي لها إنسيرت ثاني مرة. أوكي. أقدر أحط بوكس صغير كذي. بشوفهم نفس حجمه، فلازم أخليهم كلهم نفس الحجم عشان يكونوا متناسقين. لكن نقدر نصغره، نقدر نكبره، بس على حسب الشغل اللي عندنا. خلينا نكتب هني مثلاً، خلينا نغير لونه، خلي نفس اللي فوق رمادي. بعدين أروح على نفس أوكي تكست. Insert text box. كان نحط الباك جراوند مثلاً. إنزين. مثل ما قلنا. Bold. Times New Roman. فهني الكلام يكتب تحت. وهني نقدر هني طبعاً الأهم اللي هو استغلال المساحات بالبوستر كله، بحيث إنه ما تكون عندنا مساحة فاضية. وكل المسافات متغطية. خلنا اكتب هني مثلاً الاكسبيرمنت. بخلي بوكس كبير. بشي اني ما ألزق بالحافة حيل، تكون في مسافة. حلو. نخلي نفس المجال هني. وهذا خلنا ندزه شوي. حلو. عشان نسوي نفس مسافة هذا. نبي نحط نغير لونه مثل ما قلنا رمادي نفس الباجي. بروح على سيرت تكست بوكس، هنكتب هني نقدر نكتب اكسبيرمنت او خلينا نخليها ريزلتس، لان غالبا احنا نعرض ريزلتس بالبوستر. خليها النص. طبعا اهم شيء العناوين كلها تكون نفس حجم الخط واستغلال المساحات. بولد جينا طريقه مكانها شوي. اوكي صارت نص البوكس. وهنا طبعا راح تكون عندنا الريزولت كلها مع الاصوار وغيرها. وتحت هني هذا شوي كبير صغره. حلو. هني اذا في اشياء مثلا ذاكرينها معلومات او بالباك جراوند نحتاج نحط لها رفرنس، فلازم اروح واحط بوكس الرفرنس. انا اخلي له نصه. حلو. احتاج بوكس ثاني، سويت له كوبي. كذي المسافة حلوة. بعدين نغير اللون رمادي. هنا نفس الشيء رمادي. اوب هذا مو رمادي. حلو. بنروح على insert text box. هنا بحط reference. حلو. select all bold. خلي Times New Roman. نخلي الكلمة بس خلنا نصغر الفرنس. طبعا هي المفروض الفرنس كامل، بس انا كاتب اختصار عشان الفيديو ما يكون طويل. وهني هم نفس السالفة، بحط الاكنولجمنت من الناس اللي بتشكرهم انك بتساعدوك، السوبرفايزر ولا الشركات اللي وفروا لك الاغراض، فتنحط هي اساميهم.
نص فتشلنا هذا شوي. ايوه الحين صار نفس المساحة هني. لو تشوفون في مساحة فاضية تقريبا نقدر نوسع الكلام. اوكي هني نفس الشيء، اذا نرفع شوي طبعا هو راح يكون يعني البوكسات او العناوين الموجودة هنا ترى تختلف على حسب الموضوع، بس انا قاعد احطه بشكل عام، كل واحد يقدر يكتب على حسب موضوعه. اوبس هذا ما خليته بولد. طبعا الكلام اللي يكون داخل انا اكتب مثلا كلام نفترض ان في كلام هنا مثلا هذا كررها كذا مرة بس طلعت حوسة. اوكي يلا زين، اول خط كبير خلنا نصغره. ما جاء صار ورا بعض مشكلة. هنكتب مثل خرابيط. Hello, this is a poster. Copy. بسوي لها كوبي تاني مرة عشان تبين كأنها فقرة يعني. الأهم إنه يكون justify. ليش؟ عشان إن السطر يكون full متروس، يعني ما يكون إنه في كل يعني يكون أجزاء مأكولة. أنا بس قاعد أذكر هني تعال يعني وآسف إني مجهز أنا حق البوستر، بس مثال هذا عليه. هو العادي يكون كذي justify، إنه يكون على right عفوا align left، بس إحنا لازم نخلي justify عشان يكون متروس وكامل. طبعا هذه طريقة البوستر، هذا الاسم مثل ما قلنا، والأهم شيء عندنا استغلال المساحات ونكتب كل شيء. مثال على بوسترات زينة يعني عفوا اللي وريتكم اياهم بداية الفيديو، هذا هو شلون مختار الألوان، الألوان تكون متناسقة، اللوجو، مساحات كلها مستغلها. ونقدر نسوي البوستر هم لاندسكيب بس الطريقة هني في حاطة الرزات مرات كلهم. وهذا ال هذه طريقة البوستر. التمبلتس موجودين اللي هو A1 لاندسكيب والبورتريت، اللي يبيهم بس يراسلني على الإيميل وموفقين.